السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في داري. اليوم ان شاء الله غنحضروا معكم واحد الوصفه مغربيه 100% مغربيه. ان شاء الله غنحضروا معكم سكسو بطريقتي. ان شاء الله شنو غادي نحتاجو؟ نحتاجو عندي هنايا واحد 4 خيزو شويه كبار، انا كنقطعهم على جوج ومن بعد عاود على 4. واحد نص فلفله حمراء ونص خضراء، واحد جوج د اللفت. انا جوج هاد اللفت كبيره كما كتشوفوا قطعته، واحد كل لفته كنقطع على 4، واحد القرعه خضراء قطعتها على 4، وجوج البصلات صغار، جوج مطيشات، والقدره ديالي كنقطعها طويله باش من بعد الى طابت كنزين بها السكسو ديالي. الطبق ديالي كتجي زوينه في المنظر. وشويه د المعدنوس. في التوابل عندي نص معلقه كبيره ديال الابزار، وكبير معلقه كبيره ديال القرقوم، وواحد الكاغيط ديال الزعفران الملون. شنو كنديروا؟ كنديروا اللحم ديالي، انا عندي واحد نص كيلو ديال اللحم كنديروا في الطنجره ديالي، كنقطع عليها مطيشه وكبيره، ماشي مشكل كنقطعها كما بغيتي، اصلا راه غطيب غدوب. وبصله كنقطعها على 4، كل بصله قطعتها على 4 حيت صغيره داكشي علاش. وكان قطع في المعدنوس حتى هو، ما انا كيعجبني نقطع المعدنوس في سكسو، كيبان كيعجبني الى طاب كتبانو هذيك الطريفات ديال المعدنوس كيعجبوني، وفي نفس الوقت ما كنضيعوش، ماشي كنربطو كنديرو في المرقه وصافي ومن بعد كنرميه. كل واحد وطريقته، ولكن انا هذا كيعجبني وهذا كنديرو سنين، وانا كنطيب هذا السكسو ديالي كنطيبو هذا كنقطع فيه المعدنوس. ومن بعد كنقطعوا الفلفله ديالنا خضراء والحمراء، كنقطعوها شويه كبيره. انا كتعجبني الفلفله في السكسو، ماشي اي واحد كيعملها في السكسو، ولكن انا كيعجبني كت هي عاود عندها الدور ديالها في البنه في السكسو، كيعجبني وكنديرها. كل الا اللي ما كتعجبوش شي فلفله يزولها، ماشي مشكل ما يديرهاش. من بعد كنزيدو هذيك الخضره ديالنا، كنزيد خيزو وكنزيد اللفت ديالي، كنزيدها مع هذا الشيء كامل، وكنزيد عليها هذيك التوابل، نزيد عليها واحد نص كاس ديال الزيت. انا عندي الزيت مخلطه، زيت زيتون وزيت عاديه، خلطتهم. وكندير كما قلت لكم التوابل، هاد الزعفران ملون كنديرو، وندير القرقوم ديالي والابزار ديالي، وكندير ملحه على حسب الذوق. انتم شوفوا شحال الملحه كتعجب لكم، كاين اللي كياكل الملحه كاين اللي ما كياكلها شي، كل واحد كما قلت لكم على حسب الذوق. ومن بعد كنخلطوا هادشي كامل وكنخليوه شويه فوق البوطه يتقلى. انا كنخلي القرعه حمراء وخضراء كنخليها كنطيبها بوحديتهم، انا ما كنطيبهاش مع طنجره السكسو. كما كتشوفوا انا طنجره السكسو كنعمل فيها الخضره واللحم باش حتى هي كتبني ليا ديك الرغوه ديالها، كتبني ليا السكسو، السكسو كيجي لذيذ، ماشي كنعمل الخضره بوحديتها والسكسو كنطيبو بوحديتو وكل حاجه بوحديتها. لا، الخضره كنطيبها تحت السكسو باش كتفوق لك ديك البخار ديالها كيجي على السكسو كيبننو، والقرعه حمراء وخضره كنديرها بوحديتها. كما كتشوفوا انا خلطت هذاك الشيء كامل، هذيك التوابل مع خيزو واللفت واللحم كنخلطو. فهاد المرحله دابا كما كتشوفوا راه كنقص العافيه نهائيا، كنقصها مره العافيه نهيله بزاف، وكنغطي الطنجره ديالي كنغطيها وكنخليها شي نص ساعه، كنخليها نص ساعه كنخليها كتقلى، راه ما كنضيف لها لا الماء لا والو. هذه مورا نص ساعه، راه شفتوا كما شفتوا راه كانوا فيها الماء بزاف ديال غير ديال الخضره ودال اللحم، وديك الماء ديال الخضره واللحم اللي تلقات الخضره واللحم هذوك اللي غايبنوا لينا غتبنن لينا المرقه ديالنا. دابا كنرويو وكنزيدو في الماء في الطنجره ديالنا، كنزيدو في الماء. في هذه المرحله اللي عنده اللحم كتعطل، زعما كتعطل في الثياب، كيزول هذه الخضره وكيخليها على جنب حتى التفويره الثانيه، عاد كيرجع الخضره في السكسو في الماء ديالو في المرق ديالو. انا عندي اللحم دغيا كطيب، داكشي علاش خليت الخضره ديالي حتى الاخر حتى النهايه ديال طياب السكسو. هنايا عندي كما قلت لكم القرعه خضراء والحمراء، كنزيد عليها شويه المرق ديال السكسو باش حتى هي كتبنن كتجي لذيذه.
ومرحلة تانية كندير التفاية. التفاية شنو كندير فيها؟ كندير فيها انا عندي هنايا 8 ديال البصلات، شويه ديال الحمص، وشويه ديال الزبيب. الزبيب ما كنكتروش حيت انا ما كيعجبنيش، ولكن اللي كيعجب له يكتر منه، ماشي مشكل. التوابل عندي واحد نص معلقه ديال القرقوم، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الشكنجبير مطحون، وعندي شويه الملحه على حسب الذوق، والزيت نص كاس ديال الزيت، ما كملش نص الكاس، واحد ربع ايضا ماشي كامل النص. وصافي كنضيف كلشي مع بعضياته كما كتشوفوا، وكنخليها على العافيه نهيله بزاف حتى كطيب، كطيح البصله ديالي. وكنزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال السكر، واحده كبيره كما كتشوفوا، واحده كبيره صافي، ما كنزيدش بزاف انا السكر، كيعجبني اللذه ديال الحلاوه ديال البصله، حيت البصله اصلا كتكون حلوه. كنزيد لها غير شويه شويه السكر باش كتعسلها ليا شويه. اللي بغى تكون معسله اكثر من ديالي اللي عندي هذه، هنا دابا كملت كما كتشوفوا، وراه ما بقى فيها حتى شي حاجه، تقطير هذا الماء ما بقاتش غير الزيت ديالها، غير وقفه في الزويته ديالها صافي. فهاد المرحله الا بغيتي تزيد تكون تعسل، تكون عندك البصله معسله، زيد لها السكر. انا يعني عندي هيدا بارك عليها، هيدا كتجي لي كتجي لذيذه، ماشي غير فحال كتاكل غير السكر صافي. دابا ان شاء الله كنبداو بالتفويره الاوليه. انا عندي هنايا واحد نص كيلو ديال السكسو، انا عندي سكسو مويان مويان اللي كنستعمل انا بزاف ديما، ماشي بزاف ديما، كنفضل المويان هو اللي كيجي ليا انا لذيذ. شنو كنديرو؟ كنديرو الماء كما كتشوفوا، انا كندير له الماء وكنخلط فيه وكنشوف شحال باقي خصني الماء، وكنزيد وكنزيد كنخلط وكنزيد، حيت هو خصو بزاف د الماء في البدايه الاوليه، كتكون خصو بزاف د الماء، ومن بعد الا شفتي راه بركه عليه هاد الماء كتخليه يرتاح، كتخليه واحد 5 دقائق 10 دقائق حتى كيكون شرب الماء كاملين، حتى شي كيكون ناشف بحال ما عملتي له الماء، كيكون ناشف مره، ما كيبقى فيه حتى شي حاجه، تقطير هذا الماء ما كتبقاش فيه. هذاك الساعه ان شاء الله كنزيدو عليه شويه ديال الزيت. انا كنضيف لها زيت زيتون، حيت زيت الزيتون اللي كتعجبني انا، وفيه المذاق مزيان، ولكن كل واحد على حسب الرغبه ديالو، اللي ما عندوش زيت زيتون يدير زيت عاديه ماشي مشكل. وكندهنوا بها السكسو ديالنا كما كتشوفوا، راه دابا راه شرب ليا الزيت، شرب ليا الماء، كنضيف له الزيت، كنضيف له الزيت، وكنخدم بها، كنخدم شويه ديك السكسو باش كل حبه تكون ملسه بداك الزيت، باش من بعد الا درناه يتفور ما يتعجنلاش، كيبقى مزيان، كل حبه كتبقى بوحديتها ما كتعجنلاش السكسو ديالنا. داكشي علاش كنديروا حنايا الزيت. المهم هو شنو المهم في هاد التفويره الاوليه؟ خلي الماء، كتر الماء، زيد الماء بزاف، خليها يشرب مزيان حتى يكون شرب السكسو مزيان ويكون ناشف، عاد زيد الزيت. مورا الزيت كنديروه في الكسكاس يفور لينا. انا التفويره كنخليها، كل تفويره كنخليها انا نص ساعه، التفويره الاوليه نص ساعه، حيت انا خليت اصلا الطنجره قبل ما ندير السكسو، خليتها نص ساعه وهي كتقلى، عاد التفويره الاوليه كندير عاود نص ساعه كتقلى، هي ساعه وفوق العافيه. مورا ديك نص ساعه ديال التفويره الاوليه كنديروها فوق القسعه ديالنا كما كتشوفوا. المره الثانيه كنزيد لها انا الملحه، انا كيعجبني نزيد لها الملحه بلا ما نديرها في الماء، كاين اللي كيديرها في الماء كيخلطها في الماء وبداك الماء كيديرها كيخدم به السكسو زعما باش كيزيد له الماء، كيزيد له الماء مالح، ولكن انا لا، انا كنفضل ندير الملحه، باش هذا كنعرف المقدار ديال الملحه ديالي اللي شحال درت، باش ما كيجيليش سكسو مالح. كما غتشوفوا انا كنعمر واحد المعلقه كبيره ديال الملحه، ولكن راه ما غاديش تبقى، ما غاديش نستعملها كامله، غنستعمل غير شويه ديالها، وغيبقى فيه شويه، غادي يبقى فيه هاد الملحه، وهداك الساعه عاد كنزيدوا له الماء السكسو ديالنا، عاد كنزيدوا له الماء باش
نخدمو به. من احسن في هذه المرحله استعملوا شي مغرف ولا شي حاجه باش ما تحرق لكمش يدكم، حيت كيكون سخون بزاف. كما كتشوفوا انا كندير واحد المغرفه كبيره الاول بشويه، حتى كنخلطو شويه عاد كنكمل بيديا. هي ضروري تكمل بيدك، علاش؟ حيت السكسو كيكونوا فيه هذيك الكويرات صغارين وكبارين، كيكونوا صغارين داك الكويرات ما خصوش يبقاو، خصو يتفسخو كامل. وهداك حتى هداك كتشوف شحال الماء خصك تضيف للسكسو بيدك. ضروري تخدم بيدك حيت باش تعرف شحال الماء خصك تضيف، ومن هنا تخدم السكسو ديالك مزيان باش يكون كامل، ما يبقاش حبيبه تايدا محبوبه هيدا في هداك الحبه تايداك. كما كتشوفوا راه فيه هذيك الكويرات السكسو، انا كما كتشوفوا راه كنفسخهم باش ما يبقاوش، باش من بعد الا خليتيهم وكتزيد عليهم الماء، من بعد كترجعوا السكسو في الكسكس كيرجع كامل عجينه، وغضيعوا السكسو صافي. هذاك الشيء علاش كنقول لكم زيدوا الماء وبقاو تخدموا بيدكم حسن. الا شفتوا راه السكسو ديالكم شرب الماء وبركه من الماء، زعما الا شفتوا راه صافي مبركه من الماء، وخليوه هذا يرتاح شي 5 دقائق عاود هيداك باش كيشرب هذيك الماء، وعاد كنزيدوا عاود شويه ديال الزيت. انا المرحله الاولى كما قلت لكم درت لها الزيت، والمرحله الثانيه حتى هي غادي ندير لها الزيت. كندير لها الزيت على حسب كما قلت لكم قبيله، عاود قلت لكم ضروري من الزيت باش ما يبقاش يتعجن لينا، الا مورا تفويره ما يبقاش يتعجن، كيبقى اذا كامل كيبقى مزيان ماشي معجن. وهي هذه كنزيدوا لها الزيت وكنخليوها عاود التفويره، عاود نمشيو نفوروه المره الثانيه، والمره الثالثه عاود ما كنديرش الزيت، انا كندير شي حاجه اخرى من بعد تشوفوا شنو كنديروا في التويره الثالثه ان شاء الله. هذاك السكسو كنزيد نخدمو شويه بيدي باش كنعرف راه كلشي مزيان، راه ما بقاو فيه حبيبات لا والو. والكويرات هذيك الساعه كنديرو في الكسكس ديالنا باش يفور، الا خليناه يفور كنخليوه نص ساعه يفور، نص ساعه. انا كنخلي السكسو كما قلت لكم كل تويره عندي كنخليها تفور نص ساعه، وداك الساعه نجيو نزولوه عاود نعملوه عاود في الكسكاع ديالنا المره الثالثه. في هذه المرحله الثانيه، هاد الساعه اللي كتعملوا السكسو في الكسكاس، اللي خرج اللي زول الخضره ديالو من البدايه، من هذيك الساعه اللي قلت لكم راه تقدروا تخرجوا الخضره، الا خرجتوها في هذه المرحله هذه تقدروا ترجعوا الخضره ديالكم باش تكمل الطياب ديالك ديالهم، تكمل الطياب مع السكسو. وهي هذيك هذه التويره الثانيه. دابا غنمشيو ان شاء الله التويره الثالثه. التويره الثالثه شنو كنحتاج فيها؟ كنحتاج فيها واحد معلقه كبيره ديال السمن كما كتشوفوا، واحد معلقه كبيره ديال السمن كنديرها فيها، وكنخلط معلقه السمن فيها كامله حتى كتخلط مزيان مع بعضياتها وتدخل فيها داك السمن كما كتشوفوا كندير انا. ديك الساعة عاد كنزيدو في الماء كما كتشوفوا راه شويه سخون. هاد المرحله كتخرجوه من الكسكاس وكتزيدو تما كتزيدو له هذاك السمن باش دغيا كيذوب مع السكسو. ياه ديك كيذوب سميتو كيلصق في السكسو الا سخون. وهاديك الساعه كنخدموه عاود بشويه د الماء، كنزيدوا له شويه د الماء. فهاد المرحله راه ما كيحتاجش بزاف د الماء فحال المره الاولى ومرة الثانيه، كيحتاج غير شويه نص نورمال. الكاس سميتو التفويره الثانيه والاولية خدمت عمرت واحد الكاس وخدمت به مره، عاد المره الاولى اكثر من الكاس، والثانيه كاس، وهذه غيكون نص كاس، راه غادي يبقى ليا الماء هنايا. مورا في التويره الثالثه كنفوروه وكنخرجوه كما كتشوفوا، وكنديروا كنوجدوه باش نعملوا الخضره ديالو. انا كيعجبني نزوق السكسو ديالي بالخضره، كل باقي غتشوفوا النهايه ديالو كيفاش كندير له. ها هي النهايه ديالو. كنتمنى يعجب لكم هذا الفيديو. الا عجب لكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه باش ديما يدخل لكم الجديد ان شاء الله. بقى لي غير نقول لكم الله يعاونكم، وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله.